ماما هما كانوا ريتش؟ لا ما كانوش ريتش، لكن طنسوس وهي اللي كانت متجوزة واحد وكانت ورثة منه، وخلفت برضو ولد ومات وسميته على اسم بابي. يعني نانا سوسو خلفت ابن غير بابا؟ اه ومات وسميته جلال على زي اسم بابا. اللي مات عادي. طب ما انا اسمي فوقية واختي اسمها شوقيه وماما اسمها كريمه، مش معجزه. انت ايه اللي بتقوليه ده يا فوقيه؟ هو اي كلام؟ هو اي ملي وخلاص؟ ماما I'm kind of lost. انت عارفه ان انا امك ولا ما انتش عارفه؟ I'm not sure anymore. ايه؟ بهزر معاك يا ماما. ايه؟ دي شكلها ما طلعتش بنتها. I hope so. ممكن ننزل؟ يلا يلا يا جماعه يلا. والنبي قبل ما تنزلوا اقفلوا الشبابيك ولا خلوها عشان البامبيزو. الله، انا كنت بلعب الاولى هنا زمان، كل المنطقه دي كنت بلعب فيها الاولى. شفتوا البراح بتاع زمان؟ شفنا. شفتوا البنا بتاع زمان؟ شفنا. الله، لا هي دي العماره، هي بس البلكونه مظلمه. ممكن تكون نامت. صحيها. او ماتت برضك. صحيها. صحيها ايه يا فوقيه؟ هي دي تقدر صحيها الا اللي خلقها؟ يا حبيبي هي في ديك الساعه اما تشوف احفادها. عم مرصفاوي. عم مرصفاوي. يا ماما مين مرصفاوي؟ أه لا مرصفاوي، مرصفاوي ده البواب. ممكن يكون مات يا مام؟ معقوله؟ معقوله يا دكتور، انت بتستعجبي؟ امال هيخلل. اه بس هو فعلا كان صحته على قده قوي ساعه ما مشيت من هنا. لا الف سلامه عليه. المهم دلوقتي هي شقه في الدور الكام؟ التالت. يا نسبتي، لا اطلعوا انتوا بقى فلتصحابكم السلام. لا انا خايفه اطلع وتكون الشقه متباعه وبعدين ابات في الاسم تاني. انا مش عايزه كده. ما تقلقيش يا دكتوره، احنا معاكي بس احنا محتاجين راجل. يلا فوقيه. يلا يا اخوي. So weird. Very.